بعد ما تابعنا عدد من المشاريع رح نتعرف أكثر على معلومات كثيرة عن دور اتحاد الطلبة بالجامعة ومساهمته بإنجاز هالمعرض بشكل سنوي، مع ضيفنا عبر الهاتف من اللاذقية الأستاذ يوسف شاهين رئيس فرع اتحاد الطلبة بجامعة تشرين. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. صباح اللاذقية. صباحكم خير، أهلا وسهلا. يسعد صباحك. بالبداية أستاذ خلينا نحكي، يمكن مثل ما شفنا بالتقرير، عن أهم المشاريع يلي عم تقدموا لها دعمكم بشكل كامل. الحقيقة يعني يعتبر معرض المشاريع التطبيقية لكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الذي تنظمه كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة تشرين في عامه الرابع على التوالي. يعتبر مشروعا طبعا علميا لصناعة علمية بشرية متطورة في سوريا ومرتبطة على التسلسل مع سوق العمل. وهذه المشاريع يصنعها الأكاديميون والشباب الموجودين من شبابنا في مختلف الكليات وخاصة في مختلف الأقسام في الهناك. إن هذا الشباب الذي يشكل طبعا رافدا حيويا للتراك العلمي والثقافي والصناعي باعتبارهم الحامل الفكري المتجدد بمفردات العملية الهندسية الإبداعية في جامعة تشرين. المعرض هو بنسخته الرابعة، كيف لمست تقدم العمل بهالمجال؟ يعني طبعا بالنسخة الرابعة لمعرض المشاريع التطبيقية المنفور كان هناك تطور ملحوظ في أداء الزملاء الطلبة في كلية الهمات من ناحية إنتاج أكبر كم ممكن من المشاريع التطبيقية وذات جودة عالية. طبعا اتونت هذه المواضيع بأهمية مشاريع التطبيقية بحيث انها اصبحت تجسيد لرغبة الكلية في خلق اجيال من المبدعين المؤهلين علميا ومهنيا واقتصاديا للاسهام في ارتقاء المجتمع السوري المستدامي. طبعا هدف المعرض لكثير اهداف، كان الاهداف الاساسية فيها طبعا عرض نتاج الزملاء العلمي التطبيقي لأشخاص الاختصاصيين وغير الاختصاصيين. طبعا هذا الموضوع بدل على مهارات زملائنا الطلبة الاختصاصيين في ربط المشاريع الجامعة. اثنين، هذا الموضوع ادى الى تشجيع الطلاب على الابداع والاختراع وتطوير منتجاتهم العلميه مشان معارض من المعارض السابقه وتزيد هذا الابداع في المعارض اللاحقه. ثلاثة، كان العمل كحلقة توصل لإيجاد تواصل مباشر بين طلاب الجامعة ومختلف قطاعات العمل والفعالية. بالتالي هذا الموضوع رفع منسوب بنسبة الإبداع والاختراع بين الزملاء الطلبة لدرجة صارت غير بين طلاب كلية الهمك. أنا ما راح أحكي عن طلاب كلية الهمك بالتحديد، أصبحت الغير واضحة بين الزملاء في مختلف الكليات سواء الهندسة المدنية أو الهندسة المعلوماتية. صار كل طالب من هؤلاء الطلاب يطمح لأن يكون موجود في هذا المعرض مستقبلا حسب اختصاصه حسب كليته. نعم سيد يوسف، اكيد نحن بدنا نتمنى التوفيق لكل حدا مشارك كان بهيدا المعرض، ونتمنى التوفيق لحضرتكم وان شاء الله يلاقوا المبتكرين بمجال الروبوت يمكن دعم اكثر وتبني لافكارهم ونشوف مواهب ثانيه على ارض الواقع. شكرا كثير لك. نحن نتشكر، ونحن نرجع نوصل رساله عبر اذاعتكم الكريمه. نحن كاتحاد وطني طلبه سوريا وبدعم من المكتب التنفيذي لاتحاد وطني طلبه سوريا قدمنا الدعم الكامل لزملائنا الطلبه في مختلف القطاعات، الدعم المادي والدعم التنفيذي في سبيل انجاح هذه المشاريع التطبيقيه في عامها الرابع، ويدخل الاتحاد كشريك وكداعم لهذا المعرض سنويا. والاتحاد وطني طلبه سوريا قدم ولا يزال يقدم كل ما هو مفيد لزملائه الطلبه. نشكر لكم اتصالكم ونشكر لكم حضوركم ونشكر لكم هذه الساعه المميزه التي طالما عبرت عن 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 وعي كامل في عرض هذه المشاريع الوطنيه كامله وتسليط الضوء على جامعتنا الحبيبه. نشكر لكم. نعم. أكيد، ونحن بنشكرك، وتحياتنا لكل طبعا طلاب جامعة تشرين وأيضا أهالينا بمحافظة اللاذقية، وموفقين كمان بكل النشاطات القادمة.